Record, c'est un plaisir. Latéral droit, Achraf Hakimi, Paris Saint-Germain. Il y a de beaux costumes, on salue les... حكيمي أفضل ظهير أيمن في فرنسا لموسم 2022-2023 وبنيامين بوشواري لاعب سانت إتيان ولاعب المنتخب الوطني المغربي أولمبي حاليا أحسن وسط ميدان في فرنسا في الدوري القسم الثاني للعصبة الفرنسية. اهلا بكم سيداتي وسادتي في هذا الفيديو الجديد اللي خصه للبطوله الفرنسيه وللاعبين المتالقين اشرف حكيمي في الدوري الفرنسي الاول وبنيامان بوشواري في الدوري الفرنسي الثاني. نبداو بحكيمي اللاعب اللي بعد كاس العالم جاتو جميع المشاكل ديال العالم بدءا بقصه اتهامه من طرف فتاه فرنسية من أصل مغاربي بالاغتصاب، هادشي اللي بان بعد بأنه كلام فاضي، ثم الطلاق ديالو مع زوجته، ثم الطرد لمباراتين متتاليتين مع فريق باريس سان جيرمان وتصريحه الشهير بأن هذه هي فرنسا. رغم كل هذا، رغم موسم اللي كله يبدل البعض بأنه موسم غير ناجح، تم اختياره من طرف العصبة الفرنسية من طرف الاتحاد الوطني لكرة القدم الاحترافية أفضل ظهير أيمن في الدوري الفرنسي وتختار في التشكيلة المثالية لموسم 2022-2023 التي تبين يعني المهارة لهذا اللاعب المغربي الفذ وتبين بأنه رغم كل الصعاب فهو تبقى أحسن ظهير أيمن في العالم بعدما تم اختياره بطرف الفيفا بعد كأس العالم في The Best والآن يتم اختياره كأحسن ظهير أيمن في فرنسا. وتنظن بعد الاختيار رغم الإشاعات التي تلن حكيمي في مانشستر يونايتد وفي أوروبية أخرى تنظن أنه سيكمل المشوار مع باريس سان جيرمان لأن لازال لديه عقد يمتد حتى سنة 2026 وكأس العالم. وبالتالي ما تنعرفش كيفاش يمكن فريق باريس سان جيرمان يتخلى على حكيمي بهذه السهوله رغم العروض اللي يمكن لها تكون مغريه جدا لان باريس سان جيرمان ديجا شراه ب 70 مليون اورو زائد بعض المنح لفريق انتر ميلان وتعطيه اجر شهري تنظن احسن اجر شهري لظهير ايمن في العالم. وبالتالي لا اظن أن الفرق الإنجليزية ستعطيه نفس الأجر أو أكثر ولا أظن بأن يمكن الظهير أيمن يفوت 100 مليون أورو لأن الآن يبغى باريس سان جيرمان تبيع حكيمي على الأقل يطلب فيه 100 مليون أورو. بالتالي رغم كل المشاكل رغم كل يعني الصعاب اللي مر بها حكيمي السنة في الدوري الفرنسي تيبقى هو أحسن ظهير أيمن في فرنسا وهذا نراه ونشاهده كل أسبوع في الدوري الفرنسي. وحكيمي الجميل فيه أنه قبل باش يجي
يدافع العلوى الوطنيه في شهر يونيو المقبل في المباراتين اللي وحده حبيه وحده ما عندها حتى قيمه رغم انها تندرج في احصائيات كاس افريقيا الامم من المنتخب المغربي مؤهل رسميا قبل اجراء هذه المباراتين الاولى في يونيو ضد افريقيا الجنوبيه او جنوب افريقيا والثانيه ضد فريق ليبيريا في شهر سبتمبر المقبل. وبالتالي حكيمي ابى الا ان يكون هنا، ابى الا ان يجتمع مع زملائه واخوانه اللي تالقوا معاه في كاس العالم الاخيره في قطر، وتبقى حكيمي مفخره لكره القدم الوطنيه. تتمنى الله باش المشاكل اللي مر منها هذه السنه تمر مرور الكرام، والسنه المقبله الموسم المقبل مع كاس افريقيا للامم اللي جرى في يناير المقبل في كوت ديفوار يكون حكيمي في اتم استعداده، ماشي البدني ولا التقني لان لا نشك في قدراته، ولكن في اتم استعداده الذهني ونشوفه احسن مما رايناه في مدريد في شهر مارس الماضي، حيث كان يبدو يعني حزينا جدا لما يقع له، خصوصا انه له طفلين مع هبه عبوك، وبالتالي ما عمرش اطلاق تيكون سهل. برافو حكيمي ونحن نفتخر بك. بعد حكيمي ندوزو للاعب شاب، لاعب اللي خلاه وليد هذا الان مع فريق الوطني الاولمبي اللي يجري نهائيات بطوله افريقيا للامم المؤديه الى الالعاب الاولمبيه في باريس الصيف المقبل، وبالتالي بنيامين البوشواري لاعب سانت اتيان اختير في التوا في الفريق النموذجي للدوري الفرنسي الثاني لموسم 2022-2023 دائما من طرف الاتحاد الوطني لكره القدم الاحترافيه. بنيامين نتنياهو هو وسط ميدان المستوى الرفيع وسيكون مستقبل المنتخب الوطني المغربي. نشوفوا هذا النبذه ولا هذا على بنيامين نتنياهو. Milieu de terrain avec Benjamin Bouchoir, de l'ASS Saint-Etienne, Victor Lécal du Havre, Nils Nkunku de l'ASS. لاعب ممتاز جدا، يمكن مازال شاب ولكن يقدم عروضا خياليه مع فريق سانت اتيان، رغم انه لم يصعد مع الفريق المحسن الدوري الفرنسي الاول، ولكن تنظن بعد الموسم ومن بعد اختياره في الفريق المثالي يكون عنده عروض ليلعب اما في القسم الدوري الاول الفرنسي ولا يمشي لاوروبا. وحنا ما نتمنى له هو ان يلعب رسميا حتى كاس افريقيا الامم، لان في هذا السن اللاعب باستمرار كرسمي هو أهم شيء عند أي لاعب شاب في هذا السن، وبالتالي إذا ما جاتوش ما جاش شي عرض ممتاز اللي يضمن له مكان رسمي في أي فريق بغاه من الأحسن يبقى في سانت إتيان، رغم تواجده بالدوري الثاني الفرنسي فهو فريق تاريخي، تنظن هو الفريق الأكثر تاريخا في البطولة الفرنسية. برافو بنيامين، برافو حكيمي، ونتمنى الله باش يبقى الفورما حتى كاس افريقيا الامم، لان ما نريده منكم هو الفوز بكاس الثانيه الافريقيه للامم بعد 76، يعني بعد 58 سنه، بعد 48 سنه بالعكس، بعد 48 سنه حان الوقت باش المغرب يفوز بالنجمه الثانيه ديالو افريقيا. شكرا على تتبعكم لهذا الفيديو، والى اللقاء في فرصه قادمه بحول الله.